اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من شبكه وصناره من المنيا. هعمل النهارده شوربه سي فود بالكريمه وهعمل سمك لود بالبطاطس. نروح نشوف طريقه الشوربه والمكونات ونشوف هنعملها ازاي. يلا بينا. اول حاجه هنبتدي بيها شوربه السي فود. نقول المكونات: قطعه كالاماري، قطعه سمك فيليه، كندوفلي مسلوق، جمبري، كريمه لباني، كرفس، بصل اخضر، ثوم، بصل، زنجبيل، شطه، بهارات سمك، ومرقه سمك. طبعا هستعمل ميه وهستعمل زيت وهستعمل ملح. طيب الناس هتقول لي انت ليه بتسلق الجندوفلي قبل ما تستعمله؟ بالذات في الشوربه لازم يتسلق. الجندوفلي وبلح البحر بيبقى جواهم رمله، فلو ما سلقتش هيبقى هنزل الرمله في الشوربه، وانا الشوربه دي عايز استمتع بيها، عايز اشرب بولت الشوربه لحد اخر حته فيها، فلازم ابقى متاكد ان انا طلعت الرمله منه وصفيته ونضفته عشان كده مفتوح. احنا واحنا بنشتري جندوفلي او بلح البحر اي واحده مفتوحه ما نشتريهاش، المفروض تبقى مقفوله. هقطع الكالاماري مربعات، طبعا له تقطيع تاني وسكينه تانيه لان ده كالاماري وني، ونفس الموضوع مع السمك. مربعات صغيره كده. نخلص من الشغل دايما اللي في الاول اللي هو هيبقى فيه حاجات نيه او مكونات نيه، ونخليه على جنب مجهزينه، وبعد كده نشتغل في المكونات اللي تبقى خضار بقى والحاجات التانيه السهله. نعمل كده لان دول هيتحطوا بترتيب او ينزلوا جوه الحله بترتيب. نشيل بقى ده كده خلاص. انا مش هستعمل اي حاجه تانية ليها علاقه بالمكونات الرو او المكونات النيه. ميه وملح، اسف، ميه وخل وليمون، عشان بس ما يبقاش في اي احتمال ان يبقى في ريحه مش حلوه في المطبخ، على السكاكين، على المعالق، على الحلل، على اي حاجه. وعلشان السمك عاده ما فيهوش مشكله ان هو يبقى ني، لكن لو الفراخ بالذات ممكن يبقى فيه يحصل اي نوع من انواع التلوث. حط الحل على النار، وهحط زيت نباتي، ونقطع البصل والكرفس. البصل الاخضر هيبقى في الاخر، في البصل والثوم. هشيل الحتة اللي في الحرف دي، لان طبعا لان انا بصور خارج الاستوديو او خارج يعني، فبيبتدي يدبل سن. البصل والكرفس ليهم نفس القوام تقريبا، فممكن دول يبقوا اول مجموعه تبقى اول مجموعه مكونات تتحط في الزيت. الثوم بعد كده هيبقى هياخد المرحله اللي بعديها. هقطع، حتى مش هقطع صغير قوي، هقطع تشانكس كبيره او قطع كبيره يعني. دول مع بعض، ثلاث فصوص ثوم. عايز اشوف بس الزيت اخباره ايه، لسه شويه صغيرين. البصل الاخضر هيبقى في الاخر خالص، مش عايزه يستوي يعني، عايزه بس بعد ما اخلص شوربه احط شويه البصل الاخضر من فوق. كرفس وبصل، تمام. ومش عايزهم بقى ياخدوا لون، عايزهم بس يطروا ويطلعوا الاسيديتي او الطعم الحامض اللي فيهم، بس بمعلقه ملح. ونجيب كبشه كده ايه، نطلع بس الطعم القوي اللي فيهم، ويبقى الموضوع كده ايه تقريبا خلاص. طبعا انا بعمل شوربه، حطيت ملح عشان انزل الميه اللي موجوده والاسيديتي. هحط نص مكعب مرقه سمك. هتلاقوا طعم ريحتها كده، لما عشان تعرفوا تفرقوا بينها، هتلاقوا ريحتها فيه حاجه زي اليانسون كده سنه، لان هو السمك اليانسون والفينل اللي هو الشمر والستار انيس نجمه اليانسون، الكلام ده مع السمك بيبقى طعمه كويس قوي، بيفوق طعم الاكله كده. فعشان كده اغلب الناس اللي بتطبخ سي فود لو جربت موضوع الستار انيس واليانسون والشمر، مش اليانسون، هم يعني الستار انيس نجمه اليانسون، هما كلهم عيلة واحدة، عيلة خضار واحدة يعني.
بس انا مش عايز اي الوان خالص، انا عايز الكالماري دلوقتي. وتقليب. ونفتكر برضو ان كل انواع المرقه فيها ملح، فيها ملح كتير، فما نحطش اكتر من معلقه صغيره ملح في الاول، وبعد كده بعد السوى قبل الاخر، قبل ما نطلع الشوربه بس ندوق كده، لو محتاجه سنه ملح نزودها. ادي كده السمك. بصوا حضراتكم، انا قطعت السمك حجم كبير علشان ما يتهريش في الشوربه، واحط السمك ومش عايز بقى ايه اقلب فيه جامد قوي، هسيبه كده. ده مجرد ما هياخد اقل من 5 دقايق على النار هيبقى استوى. كده نقدر نحط الثوم. عايز حضراتكم تفتكروا ترتيب المكونات لنزولها في الحل، ده اللي بيفرق جامد قوي. حط الثوم من بدري يتحرق يطلع طعم مر، احط مثلا الجمبري قبل السمك والكالماري برضو يتحرق ويطلع طعمه مش كويس. فلازم يبقى التركيز في الحاجات البسيطة دي، بتفرق يعني زي ما بنقول كده السما بالعمى. معلقة صغيرة بقى، وناخد معلقة من كل المكونات. الشطة طبعا حسب الرغبة، انا احط معلقة كاملة بصراحة. بهارات السمك برضو معلقة كاملة. الزنجبيل عشان ما يبقاش طعم الشوربة زنجبيل اي، حط بس نص معلقة. ده برضو راجع لحضراتكم، ده ما فيهوش اي حاجة، ما فيهوش حاجة يعني لازم، مفيش حاجة اسمها لازم خالص في المواضيع دي. الجمبري حضراتكم طبعا عارفين، الجندوفلي ده انا سلقه نص سلقة، فده هياخد 3 دقايق على النار ويبقى استوى. بالراحة بقى واحنا بنقلب عشان مش عايزين نكسر السمك، السمك عايز وانا في الشوربة كده الاقي حتة سمك حلوة كده في البق. جندوفلي طبعا انا بعملها بيسك او بعملها اساسي، لو عايزين اي نوع من انواع الخضار معاها يا سلام، لو كوسه وجزر، بس الجزر هنحتاج نسلقه سلقه قبليها عشان يلحق يستوي. بطاطس، طماطم، اي نوع تحطه شبت، بس شبت في الاخر. يعني كل الاوبشنز مفتوحه، المهم ان احنا نظبط بس اول حته دي، نشوح البصل تشويحه مظبوطه مع الكرفس، وبعديه السمك والكالماري، وبعدين الثوم، تمشي الامور مظبوطه، نقدر نحط بقى الفليفرز اللي احنا بنحبها بالطريقه اللي احنا بنحبها. ادي الكريم اللباني، وهزود ميه بعد كده، تاخد بس غلوه سريعه كده. انا بقى اللي انا بعمله ده بس بحاول اطلع اي حاجه كان ممكن تبقى لزقت، بس مش بعمل كده في السمك علشان مش عايزه يبقى ايه يتكسر او يتقطع. احنا النار على ايه؟ ممكن نعلي سنه بقى، تاخد غلوه. هتاخد غلوة سريعة يعني يا دوب تبتدي تسمر، وهزود عليها المية ونجهز لها بقى البصل الأخضر. أنا كده خلاص يعني هي تقريبا 5 دقايق بكتير، على ما نقطع ده كده. ده هيبقى على الوش من فوق. تمام قوي، فين الميه؟ نفتكر ان احنا اوريدي حطينا مرقه، فخلاص مفيش داعي ان احنا نحط مرقه تاني، هي الميه دي هتنزل مع الدوب هتعمل الطعم، وهندوق. ولو محتاجين، انا لسه عندي نص مكعب، لو حاسس ان لسه فيها محتاجه سن الطعم تاني هزود لها مرقه. احنا محتاجين نص لتر بس. هدي النار عليها، وهسيبها من 5 ل 10 دقايق مش اكتر من كده تكون استوت. هطلع فاصل ارجع اقدم شوربه واعمل مع حضراتكم الطبق التاني، سمك الرود بالبطاطس. خليكم معايا بعد الفاصل. رجعت لحضراتكم بعد الفاصل. خلصت الشوربه، اخذت مني تقريبا 6-7 دقايق مش اكتر من كده، وقدمتها بالشكل ده. حطيت عليها بس البصل الاخضر
وربع ليمونه وشويه شبت للتزويق. وبعد كده نعمل بقى اسهل صينيه سمك في التاريخ. نقول المكونات: صينيه سمك اللوت، سمكه لوت مفتوحه سنجاري، ثوم، زبده، بطاطس سلايس مسلوقه، بصل اخضر. اسهل حاجه في الدنيا. شغل الفرن، صينيه تخش الفرن وحرص دي بطاطس مسلوقه نص سلقه، لان هي لو مش مسلوقه نص سلقه مش هترضى تستوي، او يعني مش هتلحق تستوي مع السمكه وهي بتستوي. هفردها كده. طبعا انا عارف سنجاري، السمك السنجاري الناس متخيله ان هو سمك سنجاري مليان خضار و سنجاري يعني طريقه فتح السمكه، بمعنى بتفتح السمكه من ظهرها من ناحيتين وبتشال سلسله الظهر، وبعد كده بتروح السمكه مفتوحه بيتنظف البطن. وعاده في اغلب المحافظات وفي اغلب الاماكن بتتملي كل انواع الخضار اللي هو بقى شبت على بقدونس على زعتر على ثوم على كمون على كل حاجه مع بعضها، وبعدين تخش الفرن وتطلع. لا، السنجاري عشان اوضح لحضراتكم هي طريقه ما السمكه بتبقى مفتوحه. زي مثلا يقول لك الجمبري باتر فلاي. جمبري باتر فلاي ده يعني ايه؟ جمبري باتر فلاي ده او صوص الباتر فلاي، مش حاجه اسمها كده. الباتر فلاي ده تقطيع الجمبري، فتح الجمبري من الظهر، وبيبقى عامل زي الباتر فلاي اللي هي معناها الفراشه، تمام؟ الصوص اللي بيجي معاه اسمه ليمون باتر صوص، اللي هو الصوص الزبده والليمون، ملوش علاقه خالص بشكل التقطيع. انا بس بقول الكلام ده عشان عايز يعني توعيه للي مش عارف. طبعا في ناس كتير عارفه. انا حطيت زيت وحطيت ملح وحط شويه من الفلفل. واللي ما بيعرفش او نصيحه يعني، دايما نخلي السماك هو اللي يعمل لنا قصه السنجاري ده، هو اللي ينظف، هو اللي يعمل، لان تنظيف السمك في البيت بيبقى يعني القش بيطير في كل حته وما بيبقاش احسن حاجه في المطبخ، وبيسيب ريحه كمان مش كويسه لان بطن السمك. فخلي السماك اللي بنتعامل معاه ينظف لنا السمكه ويشيل العض، ونيجي البيت نسلق البطاطس نص سلقه، وهنشيل السمكه كده، بس نقرب عشان ما يقعش من حاجه. هنشيل السمك كده نحطها فوق البطاطس ونشيل الزياده. هغسل ايديا تمام، وبعدين عايز هي دي الحاجه الوحيده اللي هتتعمل. هحط الزبده كلها، معلقه، دول 20 كده، 20 جرام، حوالي 40 او 45 جرام زبده. طبعا ممكن نشيل موضوع الزبده ده خالص لو حد عامل، نستغنى عنها تماما. وعلى ما الزبده تبتدي تدوب، نار هاديه، هكون انا قطعت فص الثوم ده. ايه ده؟ انا ما عملتش اي حاجه صعبه خالص لحد دلوقتي. نص بطاطس نص سلقه، سمكه جايه من عند السماك جاهزه، زبده على النار، بصل اخضر وثوم، والفرن على 180 او 200، او لما نشغل الفرن قبل ما ندخل الاكل فيه ممكن نخليه على اعلى حاجه، وبعد كده نرجعه على درجه الحراره اللي احنا بندور عليها، اللي هي مثلا بتبقى 180 او 200. وزي ما هما الاثنين مع بعض، البصل والثوم في نفس الوقت، لان ده بصل اخضر فبيبقى اضعف شويه من البصل الثاني. البصل والثوم دي صينيه السمك دي لو عملتها قدام اي حد هيحس ان انت 10 على 10، بس هي سهله جدا. فالناس اللي بتبتدي خايفه من الطبيخ، خطوات سهله وبسيطه ما فيهاش اي حاجه، مجرد بس ما الزبده هتدوب سنه اكون انا مش بعرف بقى احط الملح بالمعلقه في على حاجه، لان بحب ارفع ايديا واوزع الملح كويس. ونفس الحكايه في الفلفل الاسود، لو في الطاسه بيبقى اسهل، لكن كده لازم ابقى شايف. مفيش اسهل من كده. نصيحه بقى، السمكه دي هتخش الفرن تقعد لها مثلا نقول دي اقل من كيلو، تقعد لها حوالي 15 دقيقه، ممكن لو النار هاديه لحد 20 دقيقه. هحط نقطه زيت مع الزبده علشان ما تتحرقش جوه الفرن، بس كده.
ونبقى اي حد لسه بيتعلم طبيخ يبقى قدر يعمل صينيه سمك سنجاري. تمام. طب احنا فين الخضار وفين وفين؟ في عندنا بطاطس، وفي بعد كده عايزين بقى نعمل خضار يعني كمون وشبت بقدونس كزبره طماطم بصل فلفل حار، كل الكلام ده نقدر نشوحه على النار على طاسه ونحط الصينيه السنجاري. اللي عايز ياكل بالطعم ده ياكل، واللي عايز يزود شويه من الخضار يزود. كده خلاص تدخل الفرن على حسب حجم السمكه طبعا زي ما اتفقنا. تمام، مفيش اسهل من كده طبعا. احنا بس بنقدمها بشكل يعني ايه، بناخد بقى البطاطس اللي تحت نحطها في الجناب، نحط عليها شويه طماطم وحته ليمون فبيطلع شكلها كده. وده برده بالنسبه لحضراتكم سهل جدا ان هو يتعمل. زي ما دخلت الفرن زي ما طلعت، انا بس اخدت البطاطس رصيناها في الجنب والجنب التاني فوق، طماطمتين شيري وشويه ليمون وشبت، بقى شكلها عامل كده. تمام، يبقى النهارده عملت شوربه سي فود بالبصل الاخضر وعملت سمك لوت سنجاري. الف هنا وشفا، واشوفك في حلقه جديده. باي باي.